هو مقتنع تماما بأن طموحه لا يكتمل لأن التعيين في العراق ليس بالأمر السهل، لكنه أصر على تحدي البطالة بعد أن حصل على الماجستير في التربية الرياضية بإحدى الجامعات الروسية، ففكر بمشروع مستقل وهو هذه العربة المتنقلة، وأكلة ليست بالغريبة بل عبارة عن لقيمات صغيرة مع بعض المطيبات عليها. أحسان وهو شاب 20 تحدث عن مساعدة أصدقائه له بإكمال وتصنيع العربة، واختياره للمكان جاء لأنه سوق ليلي تمتاز به الديوانية، أما رخصة التواجد فهو بحاجة لموافقات البلدية، مؤكدا بأن طموحه لا يقف عند هذا الحد. مشروع باختصار عبارة عن معجنات أشكالها مميزة، إنه بالديوانية مو موجودة كشكل، لقيماتها مو موجودة ومو نفس الطعم اللي بالسوق، لا طعمها يختلف، الوصفة تختلف. وبالنسبة للإضافات فحسب الناس اللي تحبها، واسمها وافل بابل اللي هي كرات الوافل. تحاول انه تقاتل حتى تسوي لك شيء، يعني الشهادة تخليها على صفحة وخلاص تبلش بمشروع. تريد شنو؟ تربية رياضية ماجستير من روسيا. اصحاب المحلات، شارع تجاري، اكيد الناس راح تحب هالشيء. طيب هذا مكانك اللي واقف فيه، موافقه بدون موافقه؟ بصراحه بدون موافقه، يعني باي لحظه ممكن؟ باي لحظه، بس انا اصلا ما مأثر على احد. كما أن رفاقه الذين قدموا له المساعدة وهم خريجون أيضا ومن اختصاصات مختلفة تحدثوا عن إصرارهم في خلق فرصة عمل جيدة لهم، حيث لاقت ترحيب الناس، ومنهم من جاء ليبارك افتتاح مشروع زملائهم. خريج لغة عربية جامعة القادسية سنة 2014. تدري يعني شغل ماكو، فرص عمل قليلة، فحبينا أنه نفتح مشروع. المشروع بدأ بحلم يعني وتحقق الحمد لله والشكر، أكلة بسيطة وحبتها العالم، والأول أقدر أقول الأول بالديوانية. يعني طاقات إيجابية موجودة، يعني إحنا كشباب زين، الموارد قليلة، فحبينا أنه يكون التصنيع محلي. طبعا احنا ندعم هيك شغلات ونأيدهم، لان مثل ما عرفوا طبعا هم شباب اثنينهم حسوني وبدران خريجين، فبدا قاعدة البيت يعني حاولوا رتبوا، طبعا حتى الكشك هذا شغل ايديهم هم، فبدل ما يقول لك انا اتخرج وقعد بالبيت فكرهم في شيء مرتب، وان شاء الله ننجح وندعمهم بحال الله. فكرة مشروع نفذت في دول عديدة على مستوى العالم، وفي الديوانية تحديدا وجد احسان هذا المكان لتحقيق الحلم بعد عزه في الحصول على تعيين. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.